السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. أهلا بكم مع قناه مانسترز بيبلي. أنا فكرة عودة نزال بين روح السلام ضد الشجاع المنتقد. فقبل نبدأ في النزال كنت في مقطع المشتغل شايفة عدد السبان عشان نصل لكم المقاطع الجديدة. إذا زر لايك دعمنا وهم شيء لتشوف قناة. فيلا نبدأ. الاثنين إبليوشن أتاك كلهم إبليوشن. هنا فتح قاعدة كلهم كارتومي. طيب روت كارتومي ف يلا خلاص نروح. منور كده لا لا الشجاع الشجاع تناصب الشجاع. والله شباب كنت بقول هجوم النابض بس ايش قلت يحسبوني بزر فما قلتها فعشان كده لو قلتها والله كانت طلعت تصير حلو زي اول في شجاع اقول خفاش الليل والله كانت حلوه. هذا ايش الهجوم ثلاث مرات ايش ما نسيت افتن نقول الكرات المزدحلقه وحش الظلام الكرات المتزحلقه يلا يجي 2-1 لوحش الظلام 3 لا وقف شايف ايش هذه حديده تحت البلاب اتكسرت عافي يلا 3-2-1 اثنين تعال 3-2-1 في بس توقف في بس شباب لا تواجهوا الشجاع المنتخب ضد اي بيبي من الجزء الاول لان الشجاع المنتخب حيفشلكم الابليوشن والقاعدة حقته ما تنفتح سريع فلعبوا ضد الابليوشن طب نجيب لكم مثال عبد القادر جيب خفاش النار 4-2 خفاش النار خلاص في مقطع ثاني شباب أبغى تفك القاعدة هين كويس مو كويس 3-2 لوحش الظلام 3-2 مين 5-7 لمين تاخذ لوحش الظلام يا هو 3-2-1 تعال اوكي 3-2-1 وحش الظلام 6 كيف يلا ظبطنا بعض الاشياء والله هذه حلوه 8-3 وحش الظلام 8-3 بعد ما نطلع العاشة راح نعكس القطع راح نخلي كل واحد يطلع مختلف 9-3 واحد ظلام والله اقوى في التصوير بس خايف التصوير اضعف ترى شباب قلب الشجاع قلب الشجاع المنتظر في بس كيف 10 النقطة الشجاع؟ ايوه خلاص 3-2-1 شباب جونا واو مع الهجوم النابض صارت كم؟
10 او 9 3 2 1 واو ستة. تبديل القطع اول شيء نبدا اللاير طيب يصير هذا وهذا مع هذا ويصير هذا الشجاع هذاك شجاع الظلام وهذا الوحش المتخذ طيب حلو يلا الحين نبدل كل شيء منه جوله شوف اوكي نبدل الديسك بس دقيقه حق وهذا فك يلا نبدل الديسك كل فريم الفك حق وحش الظلام فيصير دحين الشجاع ايش لا ايوه برضه الوحش المتخذ يلا ثلاث لا لا دحين ترى نحن واو قاعد نتبادل الديسك دحين نتبادل اللاير قبل شوي بدلنا ولا لا اللاير يلا ثلاثة اثنين واحد في بيرس واو فالحين ايش راح تسوي؟ راح نرجع كل بوب زي ما كان نلعب لكم كم جوله كذا يا جولتين في هالجولات راح نشوف مين اللي يستحق لقب الاقوى فيلا ثلاث اثنين واحد ابواب اصليه نفس اشكالها واحد صفر شجاع المنتخب دقيقة شوف ثلاثة اثنين والله نزال حلو شباب واحد واحد جو الأخيرة والحاسمة والفاصلة ثلاثة الجولة الأخيرة تحسم لقب الفائز فثلاثة اثنان واحد وحش الظلام صار يصير هجومي الشجاع صار يصير دفاعي وحش الظلام اخسر الله 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 طيب اللقب في الجولة الأولى اللي فاز فيها وحش الظلام بنتيجة 11-6 هذه النتيجة فاز فيها الشجاع المنتخب بنتيجة 3-1 فبس هاتفكم عندنا لاسنا من لاش فايب شير واتفكم شرائكم في نزال اليوم وصلنا الختام سلام الشجاع ما نقول انه فاز جذارة بس انه كان افضل في الحلبة يعني خلف تصير هو افضل في التصوير الوحش الظلام كان افضل فاحنا صراحة نقول انت ايش تقول منه الوحش الظلام انا صراحة اقول وحش الظلام انا اقول القوة متساوية فوصلنا الختام سلام